بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، عسلامتكم، مرحبا بكم صديقاتي. شنحوالكم؟ لباس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. فيديو جديد صديقاتي كالعادة، نبدأه معاكم برشا نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. اليوم إن شاء الله باش نحضر معاكم كالعادة فطير، وباش نعطيكم دبارة ودبارة خفيفة ظريفة، الحصيل وحلو وحار. هاي البنات، وقبل ما نبدا الفيديو نحب نسالكم، عندكم سخانه ولا لا؟ تو انا في الفجر مثل كي اذن الفجر قمت نلقى الدنيا سخونه، بالرغم اللي كان الكليم محلول، يمكن قصوا حميده شويه الحصيل وما نحكيكمش، ان شاء الله برك ما يترجع لناش الايامات الصعيبه نتاع المره الاخرى. المهم حداك رجعت ميسالش ايامات وتتعدى بحول الله، ردوا بكم على رواحكم واشربوا الماء، وان شاء الله ربي يبقي علينا وعليكم الستر. حطوا الماء في شبابك وإلا في قدام الدار، باش حتى الدابة الحيوانات تاخذ من هك الماء هذاك، ويجعلنا إن شاء الله ثواب عند ربي. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. الله يرحم بابا ويرحم جميع المؤمنين وينعمهم. كان يقول كل طقس، كل مرة ونتسخن الدنيا يقولك تو باش تطيب الغلة الفلانية، حتى احنا تو ايش يقولك؟ مازالت السخانة، مازالت السخانة نتاع التمر والرمان، الحصيرة مرحبا بها كيف ما كانت تكون. والبنات في الفيديو هذية قصيت الصوت، نحب نحكيكم حاجة في بالي وقلت لازم نحكي عليها، وانا في السطح وانا في الليل نشوف في الكميونة نتاع البلدية متعدية. اولا تحية كبيرة لعامل النظافة، اقسم بالله العلي العظيم يا البنات كان دموعي هبطت ما نعرفش عليش ولحمي قشعر. نشوف في الكميونة متعدية ونشوف في عامل النظافة هز كرتونة ويجري وراك الكميونة، الكميونة تجري وهو يجري وراها يلم في عزكم الله الاوساخ اللي هي احنا نعملوها. بارك الله فيهم، ربي يبارك لهم، ربي يعطيهم صحة لبدان. قلت انا شوف عامل النظافة قد ما نعطوه ما نخلصوش منه، وقد ما نرحموله على والديه ما نخلصوش منه، لانه العمل اللي يقوم به لولا هو نكون احنا معناتها عايشين ما نعرفش اللطف معناتها بالرسمي. بارك الله فيهم، ربي يبقي عليهم الستر. تحية احترام وتقدير ودعاء من قلبي باش ربي يحفظهم. خفت عليه الحقيقة نشوف فيه كيفاش يجري ورا الكميون، وكل قلت معناتها توا ما حد ما يشوف فيه، حد ما يصور فيه، حد ما عارفه شنو قاعد يعمل. هو يقول انا قاعد نخدم على روحي، اما انا نشوف فيه عمل نبيل كبير ياسر، ونشوف فيه حاجة خاصة احنا في تونس هنا معناتها كما تعرفوا الناس برشا مش كيما مثلا مدينة صغيرة حوم والكذا، لكن هنا ما شاء الله من مطاعم من معناتها ديار من كذا، فتلقوا اللي هما يخدموا في خدمة جبارة ربي بقى عليهم الستر. وكلك سواء عباد شوي ولا عباد برشا يبقوا معناتها يعملوا في حاجة كبيرة ياسر اللي هي ينظفوا لنا، ينظف عرضهم ويقلل مرضهم، وربي بقي عليهم الستر. حبيت هذايا ميساج نوصله فريمو بقى في قلبي. نستنى وقتش نمنتج الفيديو باش نحكي الكلام هذايا. المهم صديقاتي نبدو على بركة الله، كما تعرفوني راني تلقائية، اللي فم اللي نحسه نقوله. والله العظيم قلت هيك خلينا نمشي نعمل فيديو نتكلم ونحكيها الفازة، لولا انه مش معناتها نقولوا احنا احتراما ما يلزمش، ما نجمش نصور لكم، ولكن فريمون الموقف واللقطة اللي شفتها تعني الكثير. فك السخانة ذيك لانه حتى في الليل سخونة، البارح يعني نهار الجمعة في الليل وتو السبت الصباح الدنيا سخونة. حسيب ربي يوقع عليهم الستر. هنا نبدو على بركة الله كما قلت لكم في فطورنا اليوم. بدينا بالحلو وربي يحلي ايامنا وايامكم. بيه عندي تفاح لبنات، خذيت التفاح من المرة الاخرى وجتني هكا في بالي. شوفوا انا قاعده نعمل فيه في الليل البنات، عملته الجمعه في الليل سخونه الدنيا، تعرفوا سخنت لي كوجينا على الاخ، والتصويره ما جاتش كيما يحب قلبي. فالمهم هذا كانت تعمله لي برشا جارتي السيده ملي كانت بحثها، كلمت في التليفون قلت لها السيده راني شايك
الكيك اللي تعمليه بتاع التفاح اللي يكون معناتها ديما كي طيبين نبدا وقفه بحذاها صحيح، اما من لاحظ ما نثبتش برشا في الرسائل. الحاسيل عطتها لي على التليفون كيفاش تجي به، قالت لي هنا تحطي، نحن ديما نطيبو في الفورمة، هي الفورمة وقتها عندي أنا، وهي خذت كيفي وقتها عجبتها وتفكرت وقلت لي حصر على ذومة، أنا قبل اليوتيوب أو قبل كل شيء الفورمة عندي ونطيب فيها وكل، وهي من غرام حميدة حتى راجلي يحب الماكلة متاحة. الحاصل يا اخي خذت وحده كيف اول حاجه عملت حلت فيها حطت فيها هذه اكهو بقت في بالي، قلت لها هيا كيفاش نعملها، قالت لي حطي خذي فورمه ادهنيها بالزبده، قصي التفاح حطي هكاك تحبوه مدور ولا شرايح، انا في بالي باش يجيني مدور كي بديت نقص في القلب نتاعو ما جانيش مدور، وعندي تفكرت من بعد عندي كلي تنظف القلب هكا تقعور تقعوير القلب نتاع التفاحه، يا اخي نسيتها جل من لا يسوى، وشديت حطيت السكر من فوق تحط فوقها السكر باش يولي التفاحه نتاعنا مكرمل. والله يا البنات تعرفوا في الليل كما قلت لكم وقتها نحكيكم على فاس الكاميون وكل، انا طلعت خليت الجاتو على نار هاديه وطلعت للسطح نسقي فك الشجيرات نتاعنا نسقي فيهم في الليل، وقت اللي نشم في الريحه وصلتني والله العظيم وصلتني، زيد ما هي الدنيا سخونه تركح الريح، مش كيما كي يبدا ريح ولا يبدا برده يطير بالهواء، ذي ريحه تفحفح ما شاء الله من ابن ما تاكلو، تو راني حل عليها الغاز الفورمه خليتها على نار هاديه، وجاي هنا بديت نخلط في الكيك نتاعي، عندي كان كعبتين عظم، السيده قالت لي اعملي حار، قلت لها عندي كان كعبتين، هي تعطي فيه قلت لها عندي كان كعبتين، يعني تقسموا ديما الكميه، كي باش تعملوا انتوما تعملوا حاره، وانا اللي قعد لي لقيت في الفريجيدير كان كعبتين، باهي حطيت كعبتين عظم وحطيت كيس حليب حطيت كيس سكر ديما الكيلة هي بيدا اللي نكيل بها، وحطيت بريسك هكا كيس غير شوية زيت، وبيان تحطوا نص كيس زيت ومعاه مغرفة كبيرة زبدة، ونحط سكر فانيليا سكر زهر نجمو تعملوا، انا عملت رشة خل رشة قطرة خل مش رش رشة ذيك ربح تعملوا شوية اللي هو هاتا نكتبه لكم، وبالطبيعة البنات تحطوا شوية الفارينة اللي هي زوز كيسين بين زوز كيسين زوز كيسين ونص ما تكثروش فارينة، ونحط معاهم الخميرة الكيميائية نجموا تغربلوها مع الفارينة الخميرة الكيميائية، انا هنا ما غربلتهاش قلتلكم فاشلة بس انتم حطوها في الصفاي متاعكم وغربلوها تهبط مع الفارينة، وزدت هنا في بالي ما عندي سكر فانيليا وانا لقيت عندي زوز سكر زهر يخطلع فما باك ومخبي فصل الحكة متاع الفانيليا والخميرة عرفتوها كالبكويت كالبكويت عرفتوها الحصيل، وهنا بدأت نحرك تو يزمها كلها تتجانس مع بعضها المكونات وتولي هيك الخليط نتاع الجاتو الساهل الماهل هذاك، جاتو بنين خفيف ساهل اقتصادي نتاع الزمن الجميل، تنجموا تعملوه بكعبتين عظم بثلاثه باربعه، تو اقتصادي مع الزوزه، والله عندي شويه زوزه وليت هكا هروشتها بيدي، ما الزوزه راهي ما تعملش بالمهريس ولا بالحاجه خاطر مزيته، باه هنا بعد ما حطيتها هيك بدات تسخن شويه جيت وصبيت هكا الخليط هذاك، تنجموا تعملوا كاكاويات تنجموا تعملوا زوزه تنجموا ما تعملوا جمله تنجموا تحطوا جلجلان انتوما وما عندكم البنات ما عندكمش ما تحطوا حتى شيء، المهم توا البنات نغطيها ونخليها تطيب على روحها، شوفوا هنا ما شاء الله والله الريحه يا البنات، شوفوا الشكل وراي شوفوا ما تاكلكمش الضوء، في ساعة في ساعة تطيب في ساعة في ساعة معناتها تحمار من فوق لتبقى تحمر لتبقى تعمل في حد شيء، تخليها على نار هادية على نار هادية راه عكس ما تحطيش على نار قوية، تحطيها على نار قوية راهي تتحرق، طلع لي طرف تفاحة وهناك الأبيض اللي في الكيكة من فوق محلاه هكا المنظر، توا كي نقص توا تبدا غير سخونة ما نجمتش نقص لكم منها، حطيتها الحصيلو من بعد نقلبها، توا كي نبدا هكا نعمل فطور صباحي توا تشوفوها على خاطرني سجلت لكم هكا في الليل توا وقت المونتاج، المهم توا نقصها توا نقصها بعدكم وتشوفوها، أما راهي روعة روعة.
لا والبنات توا العودة المدرسية إن شاء الله ربي يوصل بالسالم حتى لصغيراتكم. والله يا البنات كان جو تشوفوا تلقوا اللي توا باش تصرفي حاجة في الشارع مصاريف مصاريف، مش ني معناتها هاني نشكي لا لا، فعلا كي تجي تحسبيها تلقي اللي ما عادش حتى شي رخيص. وما كي تستحقي وتعملي حويجة في الدار وتكون الكمية كبيرة وتكفي تنجمي تخرجي منها. نعرفوا اللي السكر مفقود، نعرفوا اللي الفرينة مفقودة، أما ساعة ساعة يهبطوا في بلايص معينة، لازمك تشدي الصف، ولينا من الجماعة اللي يشدوا الصف في كل شيء. أما تنجمي معناتها تعمليها في الدار تكفي بالمدة، وماشيين للبرد يعني ما عادش الدنيا سخونة، باهي كي تحطيها حتى في الكوتين تاع صغيراتك تبدا حاجة نظيفة من الدار، حاجة باهية. هنا البنات خليني أوريكم حاجة، مشي حميد خذاه هو الدلاع، ماني قلت لكم راهو الدلاع مش لكن الكل. توا تصوروا البنات البرج ذي ما شاء الله كبير، يعني تو فما دلاع الوزن متاعه يوصل نقول احنا تقريبا يوصل حتى تقريبا اهل 30 كيلو الدلاع. المهم هنا البنات باش نحضر معاكم الفطور، جستك حبيت نوريكم ما شاء الله. يعني انا كان جيت انا مشيت قضيت ما نجيبوش برج كبير كي راني نقول له اعطيني شطر، يعني شطر برج، خاطر انا الدلاع راهو كي يتحل ماذا بيكم تاكلوه على نهار وليله، مثلا اليوم خديتيه غدوه تاكليه بعد غدوه يكمل مثلا بعد غدوه العشي، علاش؟ على خاطر يقعد يتبدل الطعم نتاعو. بيه ماني قلت لكم راهو فطور صيف، عندي شويه سردينه عصير التفويحة نتاعها سهلة مهلة، عملت لها شوية كمون ربح فلفل كحل ما نعرفش حطيت ولا ما حطيتش فلفل ثوم شوية حصير هريسة عربي شوية هيك فلفل أحمر حصير ونخلط مع بعضهم شوية قارص ونعمل شوية أعظم وشوية دوبلاش فارينة خلطتهم مع بعضهم ونخليهم هكا يرقدوا في الفاحة هذاك. وهنا البطاطا قصيتها وحطيتها تتقلى، نجيب الطماطم وهي في البارد في المقلة نحط لها كتيرة زيت ونحطها طيب. هنا البنات باش نغطيها بشكل ما نتاعها يرجع لها البخار تجيكم سفت بنا فيها، هذه نتاع الزمن الجميل، لا فيها لا ثوم لا فاح لا تبلو كروية لا حتى شيء، الطماطم هكاكا ومن بعد نجمو تعملوا لها شويه ربح هكا هو، خاطر احنا ما نحطوش معناتها ماكلتنا اكثر هي نقصوا يعني من السكر ومن الحاجات هذيك باش تكون البدن هكا ياكل ماكله صحيه. امال لا صحيه كله ميجي لا نحاولوا حتى كي نشتهوا مره في الاسبوع نعملوا حاجه كيكي راهو ما يضرش، راهو ما يضرش مره في الاسبوع، مع انه الانسان يتحرك مع انه الانسان قاعد يحرق عادي جدا، يعني باش مره يضيع يبدل الرجيم، خطر البدن كي يستانس بريتم معين. والله سمعتها مره قال لك ما عادش يعطي نقولوا احنا النفع، يزمك تبدل باش يعاود البدن يخدم الماكينه تعاود تخدم، اما مش بقى انت تعطي فيها في حاجه صحيه حاجه صحيه راهي ما عادش تنفع، يزمك تبدل دي طون 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 دخلها بعضها شوي مش برشا راه عصيره. هنا البطاطا راني نعمل لها الخل ونحطها في الماء السخون ومن بعد نصفيها ونقليها تجيني ما شاء الله. قلت لكم انا خذيت الفلفل البقلوتي، اي يا سيدي شهيوتي والله لازم نعملها، قلت لكم راني نشوف فيه في المقلي، شوفوا لي البنات هكا المنظر بتاعه هو هكا ابيض راهو بنين وديتكم مشاهيركم ان شاء الله قسمكم في الجنه، قولوا تودي فينا بالفلفل والحار اين ودكم بالحاجه البنينه. وصراحه صحيح المقلي التونسي لازم فيه الجرين هذاك اللي يبدا هكا معناتها مقلي وقشرته طالعه تستنى باش تنحيها، راهو منظر مشهد محلي. حسيلو العظم عملت الابيض الحميده مره المقلي مره في الغناء مش كل يوم، يعني انا نعرف انا كي نصور لكم ساعات راهو يبدا مثلا تصوير قبل بالنهار هذاك والا عنده فتره، فهمتوا كيفاش؟ يعني مش كل يوم نفس الماكله، غير كي نبدا باش نعمل روتين بعد ما نطيب ماكلتي وكل نحط لكم هكا منتج كل يوم على حسب الفيديوهات. الحاصل هناك الطماطم تاعي البنات طابت راهي هابية طيبة في حقها على محلاها ما شاء الله. تو باش نحطك الصحين هذاك هنا البنات ريتو الصوص هذيك اللي تقعد من اللوطه، قلت علاش انا باش ما نتعبش علاش انا توا فاتن ما جيش تشوي هاك السردين في نفس الصوص هذيك،
وحطيت زفت ريحه يا البنات، بن على بنك كما نقولوا احنا، زفت ريحه ما شاء الله. هذا هو الحصيل ادبارتي لليوم، عملت هالسردينه هذيا نوعا ما مش مبطنه، ما حبيتش نقليها برشا في الزيت، جت كلمة شويه، جت لمحالها الغلطه نتاعها ما فيها شويه ماء الصوص، شدت شويه السردين، وانا مستنسه كي نشويها ما تشدليش الجمله، حصيلو الاخرين اللي عملتهم ما شدوش. هنا البنات نكمل البقيه ونكمل معاكم، نحضر الطاوله ونمشي ونوريكم الحل اللي لقيته واللي هناني في الصيف، واللي فما شكون تسال فيا قالت لي فاتنا الفازه نتاعنا كي تحترف بالله لازم ناكلو. سالتني قالت لي فاتنا شنو عملتي واعطينا الطريقه نتاعك، هيا سيدك بنزيدك هاو شنو وريك شنو عملت، واللي فادني السنة واللي ما تشكلكمش منه واللي تهنيت في صف السنة منه. الحصيل هذه هي الفطور متاعنا، وديتكم مشاهيتكم إن شاء الله قسمكم في الجنة وخيركم في داركم، ورب يرزق كل محروم يا رب العالمين. بيتي بان على محلية في النخالة توا هذاك هو، حتى أنا بيدي ناكل مع راجلي نفس الخبز هذاك، يعني عادي ولينا هذيك مكلتنا، وأنا راني عادي جدا أتأقلم مع كل وضع ولله الحمد والشكر. حاجة بركة يا البنات ما نتأقلمش معاها، السخانة متاع الصيف يا أختي، السخانة متاع الصيف لا أطيقها يا ربي سمحني، الاعتراض على حكم وذاك هو، لازم الصيف مالا كيفاش نحب الغلة وما نحبش السخانة، لازم السخانة باش تجي الغلة. هيا نوريكم توا اليوم اش عملت. أي صديقاتي الاقتصاد نصف المعيشة، قبل نقولكم ديما على الناموس 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 الناموس، نعم في الموستيكير حكاية فارغة ديما يدخل، مشيتش خديت الريدو هذايا ب 500 مليم هذي، خذيته طويل راهو ها هابط اللوط، هيا مش باش يظهر راهو ديما يجي اشهب التصويرة في الابيض. اها اش عملت له؟ هاي صحيتك هاي بارك الله فيك هاي كثر خيرك. بي اش عملت له في الصال هنا؟ جيت ركبت من فوق معناتها شديته. سامحوني البنات حتى كان مخر كيما قلت لكم في العنوان، هكا حاولت الله غالب، انا راني من النوع اللي كل يوم نمنتج الفيديو على حسب النهار هذاك، تقعد لي ساعات سيكونس ولا حاجه باش نوريها لكم ولا باش نقول لكم شنو اللي صار، مع الاسف تقعد مخر وهاني نركب فيه وهاكم ها باش تشوفوا نكمل الركبه. هذايا هو الحل باش ما تدخليش حتى كعبه، خاطر الموستيكير يبدا منقوب، شديت الموسلين هو اللي عملته، موسلين خشين يشد روحه، ما عندي حتى حل اخر. بيه خلينا نمشي نكمل الركبه. يعني الحكايه كلها مكلفتني 500 وزيدهم 2000 باللي شريت بهم البوينات. هيا هذايا هو الحل، خاطر حتى كي نعمل الواحد يدخل لي عليه، كي نعمل ال سمو فيه موستيكير نقب نتاع الموستيكير يدخل عليه، وانا الشيء هذا معاش مساعد. نكمل نعمل على الجناب، ما كملت الفوقاني علاش انا ما صورتيش وانا نقد فيه، خاطر مانيش نفس لا في النهار ولا حاجه طويله، خاطر الدنيا سخونه برشا كل يعرق. وتوا هاني بس باش نوريكم، وزيد البنات نقصها بالمقص، هذايا هو الحل الانسب بالنسبه لي انا تو. ها ومن بعد كان فما كعبات ناقصين ولا حاجه نكمل ناخذ ذا البنات الخشين، الكعبه بتاعو بسبعين فرنك. الله 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 من فوق حقيقه جا شد معايا عبد الحميد، راه علاش خاطر ما نجمش انا نشد ونعم زميتك بس. طيب نحن نساء يعطينا الصح، عندنا ديما الأفكار. عادي تسكر.
تسكر الشباك راهو البنات ها يتسكر نورمال نورمال زيد ها جست من بعد كفمها طرف زيد على الجناب النحين طب شو نكمل من هنا نعمل قريبات انا نحب نخليهم ود ونكمل تعرفوا البنات خلوا كيك غدوة نكمل ناخذ البناس الصغير ناخذ هاك نتاع المكتبة باش نكمل بيه اللي على الجناب منه ومن الكبير هاني عملته هنا حاول ما خليش هذيا تتحل هكيك عملتها في الكوان كوان هنا باش نزيد كعبة على خاطر حسيتها شحبة والله يا البنات الفكره اللي عملتها فريمون هنتني وريحتني على خاطرك القب نتاع الموستيكيري دخلوا لي الناموس في الصيف نبدا عملاته توا الصيف السنة عملت الريدو هذا كنت باش نهبطه لكم ما وتتش الفرصه لقيته تو في التليفون هذا حتى قبل ما نبدل الصاله نتاعي قلت خليني خاطر فما صديقه فاتني شنو عملتي للناموس مش وحده برك خاطر انا حتى كي نحكي يقولوا لي اعطينا شنو عملتي باش تنحالك من الدار ولا باش خففتي من الدار هذا كله فاضي ان شاء الله يجيني شباك اخر نعرفش كان فيه مترو ولا لا نجمش هكا نحي ونقد هاي شوفي كملت ما تقصيش باه ماهيش قصه جيت باش نقص وبعدين بطلت خاطر قلتي ما تقصيش يا ها ان شاء الله نباتي بيها ما ان شاء الله ها هو البنات الريدوش بقى من ريتو هذا كله بقى من عوينهم كيفاش دقيت له من فوق سطرته باش ما يدخلش ها